السلام عليكم احمد او شونجك سبونج. مقطع جديد، مقطع اليوم فكرة جديدة ومختلفة، وقلنا شوي نغير وننزل تعريق بشكل غريب شوي. بشرح لكم على السريع. اول شيء، امس بثيت بث عبارة عن فقط دراسة وتعلم وقدر المستطاع تجميع معلومات من مين؟ من الشباب المعروفة المعرقة في كأس العالم والبطولات. طبعا اللي ما يعرف، امس كانت اخر فرصة للتأهل لكأس العالم النهائيات فقط للسولو، وباقي اسبوع واحد اللي هو الدو اللي هو الجاي. كان بثي امس كله عبارة عن دراسة اللعبة ومحاولة اني اتعلم اشياء انا واللي معي، وقاعدين نشرح البعض ونفهم، لانه مو عيب الواحد يتعلم ابدا. انا ما اقلل من قيمة اي واحد، المقطع بتشوفونه فقط ابدي رأيي لهم، في الكويس في اللي مستوى عادي، فكلها وجهات نظر، في النهاية يمكن تختلف معي يمكن توافقني. راح تشوفون البداية كذا جيم للاشخاص اللي موجودين قدامكم، بعدين بألعب جيم انا بكأس العالم وفيه كذا حركة حاولت اني اطبقها وحاولت اني اتعلم. ما بحرق عليكم، بقول لكم وش صار معي، اتمنى ان يعجبكم المقطع وتستمتعون. لا تنسوا ترى تقصر معنا بزرك لللايك، زر اللايك مرة محفز، اشترك اذا ما تشترك كل يوم مقطع، تابعني على تويتش اذا حاب تشوف البثوث اول باول. شكرا لكم، كود الايتم شوب اكس بي، الله يعطيكم العافية، صلوا على نبينا محمد ومع الكريم. بس قلت بدامي جالس بفتح بث، منها نتناقش مع بعض ومنها شي نسوي كلكم يسوي حتى وياه. احنا لازم نطور من نفسنا ونتساعد يا عيال. جيب معك قلم كذا زيي ورقة وسجل، سجل وتعلم وخلك رجال وافلح مع الناس، تطور وعرف الصح من الغلط وخلك معرق، لان جانا سيرفرات ترى بنروح معهم، تشوفونا معهم باذن الله. يا ريتنا سيرفرات باذن الله. كل حركة يسويها الشخص المحترف هذا قول بنفسك ليش سوى كذا، قول ليش سوى باب اوكي بالغلط. اتكلم عن مثلا روتيشن، الاماكن اللي يسوي فيها البيس حقه، ليش اختار هذا المكان؟ ليه ما سوى هنا؟ ليش ما زبن هنا؟ ليش زبن هنا؟ فهمت علي؟ يعني مثلا الحين بيغير من مكان الى مكان ثاني، قول بنفسك وانا برضو بقول معك ليش تكره هذا المكان؟ حاول انك تشرح لنفسك ليش هذا المكان بالذات. ابشر يا خالد، بس خلنا الجيم يخلص. سمعت صوت الستورم اللي جاء قبل شوي، شفت صوت الستورم هذا؟ ابى اسالكم سؤال، ابى اشوف من اللي فيكم يعرف. لا لنش والاختفاء الان بسرعه، تكفى يتيهو. ترى انا من النوع اللي اعرق معهم مره اعرق معهم. طيب مكان الزون، انا لو اني مكانه ابطل اعلى شيء، يعني امسك الجبل خلنا نشوف ايش بيسوي. ما فيها جبل بس عنده لنش حلو. ايوه، السؤال اللي بقول لكم اياه، متى الستورم طبعا يجي اذا كان العدد اللي موجود اكبر من العدد المسموح لكل زون. يعني في زون العدد المسموح فيه 55، في زون العدد المسموح فيه 45 35 25 زي كذا، فهمت؟ متى الستورم ما يدمجك؟ في شيء اذا سويته الستورم ما راح يدمجك. انا تعلمت اليوم، اذا دمجت واحد لازم تدمج، اذا جتك علامه الستورم انه جاي لازم تدمج. سجل معي ورقه وقلم الان، ورقه وقلم سجل. ولا انتم ما تلعبون ارين، المسكين هذا ما هو مع شتقل المتجربع، ما معله بوينت واحد. البليسمنت يبدا من 25، والزون مكونه وسخ. الحين لازم لنش، لكن متى بيحطها هنا السؤال. والله وضعه مره نعال الحين. لا ايوه، جاء الستور مره ثانيه، اللي مو قاعد يدمج الله يعينه، وطلع هاي جراوند وما معه موارد. والله صعبه مره صعبه، اقسم بالله لو يسويها لا اشبح له تشبيح. الله العظيم، هذا الجيم بالذات على كل اللي قاعد يصير له، لو يجيبه يا اخي الله يسعد امك والايم، يا اخي الله يسعد امك والايم. باندج شتجن موردة حلوه مره. راعين الكور هم اللي معينينها، والله مواردهم ما لعبوا فيها، بيطلعون بدون ما يتدمجون. لا يا اخي ليش يمشي بفارق قاهرني؟ حلو يا سلام، شفت الحركه اللي سواها يا عيال؟ اذا طرت برف تطلق هذه، ما ادري هل يبغى لها بينج ولا يبغى لها سرعه. اذا واحد شغل شكم كوره يا ساتر. الحركة اللي إذا شغل ريفت واحد
ويطلق بشدقن. انا صارت لي بارينا ما ادري وش سرها، ما ادري. رفت يكون ريلود بس شوت. اوه يعني زي الثغره هي يعني ميب. طب نشوف ما معلم 200 شبه. شبه ما حطيتها الشبه، شو حتثبت كفه عنده شبه ما يدري عنها. رفت شغله تحتك، رفت شغله تحتك. والله يجي مني يا عيال. شفتوا كيف طلق؟ شفتوا كيف طلق بالفرد؟ يموت يا اخي. عنده شبه ما يبي يحطها وقهرني. واحد يدق عليه قهرني قهرني مره بعد. يا رجال يو والله ما قصر، والله العظيم غبنا لو نذبح هذا كان بعين خير. عيال دمه بارد الانسان، ما يعصب، ما قد شفته يصايح، ما قد شفته بس يسب. عند ذيك الكلمه اللي بحرف الاف. شوف شوف اذا مات بيسوي الحين، بيمسك عينه. درست سويت تعيل شخصيته، اذا مات يسوي يمسك عينه ويقول الكلمه اللي بدايتها حرف الاف. لان اوه شت والله لوت، والله لوت لو ما راح له بس انه بيتدمج. خلينا نشوف بيروحه ولا لا. الان هذه الاشياء اللي صدق تسال نفسك انت. خلينا نشوف تيفو شوفوا موارده. تيفو بيروح له، شكله قرر. اي والله انه قرر خلاص بيروح له، لكن اللعب بالموارد وشكل يتدمج ضريبه الروحه ما في مشكله عادي. خلينا نشوف كم كسب. بالله شوفوا كم كسب يا عيال. 5 طوب 5 طوب. لا وباقي ملوت. والله يعني مو مره تستاهل صراحه. ليه ما اخذ الطقعه؟ والله غريب والله اخي. خذ الطقعه. سمعنا يس. شفت عني معرق؟ والله اقول لكم يجي مني. والله مسكين قلبكم يا فاكينج ديد. ام فاكينج ديد قايل لكم الكلمه اللي بحرف الاف يا عيال، معليش قلتها بالغلط. شوف 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 every game is so much fun man I love playing this fucking game. شوف ردت قاعد ينقف. لا تنقف. اليوم سبج قاعد يبكي احمد شفته. مو يبكي لكن احس انه مهايط يا اخي، ماخذ الوضع شخصنا. هو مكانه معروف انه هابي هاملت، دائما ينزل هابي هاملت. ينزلون عنده ناس والله انه من اللعب اللي قاعدين يسوونه والبش انهم مفوكسين سافج، كانه يدرون انه هو مفوكسينه، يبشون عليه من كل مكان ويضغطون عليه، يبغونه هو يموت غصب. ويصمل وينزل ويعاند ويروح لهم مره ثانيه ويلقم. قهرني والله، قلت احسن والله انه يستاهل. اتوقع انه اصلا متاهل هو اوريدي. بالنسبة لنيك ميرز هذا توه دخل بيس تمام. لو تلاحظ لعبه، لو تلاحظ لعبه وتحركاته يا اخي عادية، ما في تحركات احتراف، ادت بناية ايم كل شيء عادي جدا جدا عادي. لكن ما شاء الله كأنه متوفق، كل ما جت بطولة الربع والنص النص والنهايات كلها يأدي فيها. يعني تشوف انه على اللاعب نفس المستوى اللي والله يأدي. حتى حقة الدو هو اللي كان مكري خويه، نسيت والله اسم خويه الثاني، يعني يجي منه صراحه. ولاحظ وضعيات الجلوس حقته. نص وجه كذا معرق يلعب تحسه من قلب. يعجبني تعجبني الجرينتا حقته. بس اهنيه صراحه يعني من الكونسل القله الصاملين. هو ايدن. رينج دينج دينج وذ ذا لو بينج يا. لو بينج ها؟ اي غن غن بينجك صفر. ما يرتفع ضغطه ولا شيء ومتعود يلعب عليه 100,000 126,000 واحد يطالعه ويغني يقول الحين تو بنجي صفر وما ادري ايش قاعد يقول. مروق مروق دمه بارد والله لو اصيده في الحياه الواقعيه ذاك اليوم. اي يا سعد والله يا عيال حرفيا. وانا من الاشخاص اللي يصير لهم الموقف هذا. لعبي بدون بث والله لو تشوفه. لو انت كام علي وانا ماني باث كام علي في نص جيم. Hello? Oh, no! What the fuck is that? عطيت عين! عطيت عين يا عيال بيك صبر ها! ابلع! توك تايب بنجك! What the fuck? يا ويلي والله! This game is so shit! This game is so shit! So shit, huh? How can a game be this shit? How is it possible? Imagine a game is this shit. يا ربي موت
اغلطوا. Great, dude. Look at us now, dude. We're really fucking living it. Yes. Yes. This game is so fucking good. لا 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 لا. Yeah. Yeah. I fucking love this game. Holy shit! I'm having so much fun. I love it. شوي ابلع ابلع تفضل الله ابلع خليك تغني تغني تو على بينك الصبر ابلع ابلع تيمو بطيح اوه شيت ايجل توايس هولي شيت حك عينه ولا ما حك عينه ها يا عيال اوه ماي لا بس انا توني طلعت طيب والله ما تشوف ما تشخص من الامور هنا كثير روك والله ما تسلم اي والله ما تسلم القم Thank you.
كمبينجك 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 بسرعة كمبينجك كمبينجك طلقت والله طلقت. الغبنة والله طلقت.